نشرة الأنباء الصوتية ليوم الجمعة 28 تشرين الأول 2016 مع سامر أبو المنى وإشراف مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي. استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الموفد السعودي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان في دارته في كليمنسو في حضور القائم بأعمال السفارة السعودية وليد بن عبدالله البخاري ووزير الصحة العامة وائل أبو فعور ووزير الزراعة أكرم الشيب والنائب غازي العريضي. وبحث السبهان مع جنبلاط في الأوضاع الراهنة. السبهان زار أيضا العماد ميشيل عون والرؤساء أمين الجميل وسعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي ومفتي الجمهورية شيخ عبد اللطيف دريان. كشف عضو كتلة اللقاء الديمقراطية نائب أنطوان سعد في حديث لإذاعة صوت لبنان أن موقف الكتلة من الملف الرئاسي سيتحدد بعد لقاء النائب وليد جنبلاط والعماد ميشيل عون. وأكد سعد أن موقف الكتلة سيكون موحدا وهي ستسير بخيار جنبلاط. أمل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن أن تصل الحركة السياسية في البلد إلى خواتيمها يوم الاثنين بانتخاب رئيس للجمهورية وأن تفتح معها انفراجا على مستوى مختلف المؤسسات الدستورية والإدارات العامة التي تحتاج جميعها إلى دفع يعيد إليها الحياة الطبيعية تدريجا ويطلق عجلة الاقتصاد التي باتت للأسف في حالة تراجع وانعكست سلبا على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية وحقوقهم. وثمن الشيخ حسن المواقف التي صدرت عن مختلف القيادات السياسية والتي تصب جميعها في خانة تقريب وجهات النظر وتعزيز فرص التوافق الداخلي، راجيا أن يستمر هذا النهج في مختلف الاستحقاقات المقبلة من تشكيل الحكومة إلى قانون الانتخاب وغيرهما من المحطات. استقبل عضو اللقاء الديمقراطية نائب هنري حلو وفدا من التيار الوطني الحر ضم وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب والنواب سيمون أبي رميا حكمة ديب زياد أسود وناجي جاريوس. الوزير بوصعب تحدث بعد اللقاء فقال ناقشنا استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية والزيارة للنائب حلو لها طابع خاص إذ إنه مرشح أساسي وجدي لرئاسة الجمهورية ومرشح من قبل كتلة محترمة ولها مكانتها. ووصف بوصعب الموقف الذي عبر عنه حلو في البيان الذي أصدره الأربعاء بأنه متقدم ومسؤول وينم عن حس وطني كبير، ملاحظا أنه فتح الباب أمام التفاهمات التي ينادي بها الجميع في لبنان. وقال بوصعب الموقف النهائي الذي يمكن أن يتخذ في النهاية سيكون عند اللقاء بين النائب وليد جنبلاط والجنرال ميشيل عون. من جهته قال النائب حلو انتخابات الرئاسة الاثنين ومرحلة ما بعد الانتخاب هي المرحلة الأهم لأنها مرحلة إعادة بناء الدولة ومد الجسور بين كل القوى. وأكرر ما قلته في بياني الأربعاء من أن مصلحة الوطن أهم من الأشخاص. واصل الحزب التقدمي الاشتراكي وعائلة الراحل الكبير المقدم شريف فياض تقبل التعازي في دار بلدة بشتفين. وكان في استقبال المعزين أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، مفوض الإعلام رامي الريس، ومفوض الشؤون المالية رفيق عبدالله، ومدير عام تعاونية موظفي الدولة السابق أنور ضو، وعائلة الراحل وآل فياض. ومن أبرز المعزين يوم الجمعة الوزيرين السابقين جوزيف الهاشم وإبراهيم شمس الدين، رئيس الأركان السابق اللواء سمير القاضي، وفد من الجماعة الإسلامية برئاسة مسؤول الجماعة في جبل لبنان محمد قداح، وضم الشيخ أحمد عثمان وعضو المكتب السياسي عمر سراج ومسؤول الجماعة في إقليم الخروب وعدد من المسؤولين في منطقة الإقليم. كذلك زار معزيا رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد على رأس وفد من التنظيم ووفد كبير من آل فياض من بلدة أنصار الجنوبية، الصحفي عزيز المتني رئيس بلدية شويفات السابق ملحم السوقي، رئيس بلدية شحيم السفير زيدان الصغير، ووفد من بلدة المغيري ضم أعضاء من فرع الحزب ورئيس البلدية محمد محمود والمخاتير وعدد من أبناء البلدة.
كما زار بلدة بشتفين معزيا العميد المتقاعد ميشيل نصيف، العميد محمد كحول وهو من رفاق المقدم الراحل، وفد من محطة تيلو لوميير، ووفد من جامعة AUCE. كذلك زار معزيا وفد من المعهد التكنولوجي في عبي، وعدد كبير من الشخصيات ووفود من مختلف المناطق. إلى ذلك كتب تيمور جنبلاط على صفحته على فيسبوك: ألف تحية لروحك الطاهرة ونضالاتك ووفائك لنهج المعلم كمال جنبلاط، حضرة المقدم شريف فياض، أرقد بسلام. أعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب عن إقفال المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد والجامعات يوم الاثنين المقبل تزامنا مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. كذلك أعلن رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب عن إقفال فروع ووحدات الجامعة اللبنانية كافة يوم الاثنين في 31 من الشهر الجاري باستثناء الإدارة المركزية. دعا فرع الحزب التقدمي الاشتراكي والمجلس البلدي في عين قنية إلى المشاركة في احتفال إزاحة الستار عن النصب التذكاري للست نظيرة جنبلاط، والذي سيقام برعاية تيمور جنبلاط السبت 29 تشرين الأول الحالي الساعة 4 بعد الظهر في ميدان البلدة. بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد النقيب فراس الحكيم، يقام احتفال عند 3 من يوم السبت 29/10/2016 برعاية قائد الجيش العماد جان قهوجي في قاعة آل الحكيم في المشرفي، يتخلله إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد. توفي الفنان ملحم بركات في مستشفى أوتيل ديو بعد صراع مع المرض، وكان بركات أدخل إلى المستشفى منذ أسابيع وتضاربت المعلومات في حينها بشأن حاله الصحية. يذكر أن بركات من مواليد كفرشيما عام 1945. ينتقل لبنان ليل السبت الأحد إلى التوقيت الشتوي فتؤخر الساعة 60 دقيقة. توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس السبت غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتنشط الرياح خلال الليل. تفاصيل كل هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقع جريدة الأنباء الإلكترونية anbaonline.com، كما يمكنكم متابعتنا على تويتر @anbaonline وفيسبوك أنباء أونلاين.